فازت قطر، فازت قطر. إذا مشاهدينا الكرام، أفراح تعم البلاد، ليس فقط فرحة هنا في دولة قطر، ولكنها شملت كل البلدان الخليجية، شملت كل البلدان العربية الإسلامية، شملت كل دول الشرق الأوسط. عندما حصلت دولة قطر على شرف تنظيم مونديال كأس العالم 2022، إنجاز تسجل مشاهدينا الكرام، ليس لأن قطر قادرة بإمكاناتها وقدراتها على بناء المنشآت الرياضية، ولكنها نجحت بفضل القيادة الحكيمة التي رسمت لدولة قطر المكانة الرفيعة بين الأمم على صعيد المنجزات السياسية، وكذلك على صعيد المنجزات الثقافية، وعلى صعيد المنجزات الاقتصادية، وعلى صعيد المنجزات الرياضية. جاء النجاح هنا بتنظيم قطر لمونديال كأس العالم، وهنا إن شاء الله يأتي النجاح في ختام هذا المهرجان الكبير، مهرجان المونديال لسباقات الهجن العربية الأصيلة. انطلاقة لشوط آخر جديد مشاهدينا الكرام، هو الشوط الرابع، وجائزة هذا الشوط أيضا لكسس فور ويل الأكس 570، مقدم للفائز بالمركز الأول، بالإضافة إلى جوائز نقدية قيمة كبيرة من المركز الثاني وحتى المركز العاشر. سالم بن سعيد بن حضيرم يتواصل بالتعليق على مجريات هذا التحدي الجديد. شكرا للزميل سعد بن متلع العتيبي. بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الحبل الكريم، مشاهدينا الأعزاء، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لازلنا نتواصل وياكم مع فعاليات هذا المهرجان، مهرجان المونديال، واليوم الأخير في هذا المهرجان. وتابعت ويانا وشاهدت شوط الكاس، والكاس ذهب مع قالية للسيد سيب بن محمد بن زايد الخيارين، ومع المضمر جابر بن جفين المري، وكأس الزمول كأس المونديال ذهب مع ضاري للسيد سعيد مبارك بن محمد، للسيد سعيد بن محمد بن زايد الخيارين، مع المضمر ناصر بن سالم المكسور. وشوط ايضا شوط السياره ذهب مع منصوره للسيد سعيد بن غدير بن عبيد الاجتبي، وها هو الشوط ايضا شوط السياره الاكسز المقدمه للمركز الاول. وبنتابع هذا الشوط وهو الشوط الرابع للحول، ونتابع الان مقدمه هذا الشوط. وحيشه في المركز الاول الان، وحيشه للسيد فري بن علي بن حمود الظاهري، وفي المركز الثاني الشحانية، في المركز الثاني للسيد عبد الهادي بن خليفة، للسيد عبد الهادي بن خليل بن منصور الشهواني، وفي المركز الثالث الشاهينية، في المركز الثالث للسيد سعيد بن محمد الكليلي، وفي المركز الرابع نشوف وناخذ اللي في المركز الرابع. وفي المركز الرابع بلشة للسيد جبر بن عبد الله بن جبر الهاجري، وفي المركز الخامس نشوف اللي في المركز الخامس في هذه اللحظات. المركز الخامس مزاحة للسيد محمد بن صالح المشروم اللي في المركز الخامس. هذه النتيجة، وهذا أول نداء للمراكز الخمس الأوائل. ونرجع وإياكم أيها الحفل الكريم مشاهدينا الأعزاء إلى مقدمة هذا الشوط، وأرى وحيشة منذ البداية وحتى هذه اللحظات، لكن أرى التسلل من الشحانية وهي تلعب وترقص على أرضية ميدانها. الشحانية للسيد عبد الهادي بن خليل الشهواني لا زالت مسيطرة حتى هذه اللحظات، تسحب المركز الأول على حساب وحيشة، وحيشة في المركز الثاني في هذه اللحظات، وحيشة للسيد فري بن علي بن حمودة الظاهري، وفي المركز الثالث الشاهينية، الشاهينية في المركز الثالث للسيد سعيد بن محمد الكليلي في المركز الثالث، وفي المركز الرابع، المركز الرابع فريدة في هذه اللحظات، تصل إلى المركز الرابع للسيد مبارك بن خليفة،
بن زاهر الخيالي، وفي المركز الخامس، المركز الخامس الدوحة تصل وتنتقل إلى المركز الخامس الجار الله بن محمد بن عقيل المري الملقب بالبرنس متواجد مع الدوحة. نتمنى لك التوفيق والنجاح في هذا المساء. نتابع وياكم أيها الحفل الكريم مشاهدين الأعزاء، ونرجع إلى مقدمة هذا الشوط إلى الشحانية. الشحانية لا زالت مسيطرة حتى هذه اللحظات للسيد عبد الهادي بن خليل الشهواني، لا زالت مسيطرة. الوحش في المركز الثاني للسيد فري بن علي بن حمود الظاهري، وفي المركز الثالث الشاهينية، في المركز الثالث للسيد سعيد بن محمد الكليلي مدافع بالشاهينية في هذا الشوط. ننتقل إلى فريدة في المركز الرابع، فريدة للسيد مبارك بن خليفة بن زاهر الخيالي في المركز الرابع، وفي المركز الخامس الدوحة، الدوحة في المركز الخامس للسيد جار الله بن محمد بن عقيل المري، هي الآن في المركز الخامس والخمس بدن يقتربن من بعضهن بعض. ونرى الآن لا زالت الشحانية لا زالت مسيطرة، لكن الهجوم مكثف على مقدمة هذا الشوط من قبل فريدة ومن قبل الدوحة. يا سلام، الآن أرى فريدة بدأت تتسلل، فريدة ولكن الدوحة بدأت تتسلل وتنتقل إلى مقدمة هذا الشوط. الدوحة للسيد جار الله بن محمد بن عقيل المري دافع بالدوحة في هذا الشوط. ننتقل إلى المركز الثاني، وفي المركز الثاني الشحانية للسيد عبد الهادي بن خليل الشهواني، وفي المركز الثالث الشاهينية، في المركز الثالث للسيد سعيد بن محمد الكليلي، وفي المركز الرابع فريدة للسيد مبارك بن خليفة بن زاهر الخيالي، نقلة على المركز الخامس. منصورة أول نداء، المنصورة للسيد صالح بن حمد القمرة المري السندباد القطري دافع بمنصورة في هذا الشوط، وأول نداء لمنصورة تصل وتغير وتنتقل إلى المركز الخامس في هذه اللحظات. ونرجع إلى مقدمة هذا الشوط. يا سلام، الصراع منذ البداية وحتى هذه اللحظات، والتغييرات مستمرة، التغييرات مستمرة. الدوحة الآن بدأت تتسلل، بدأت تندفع إلى مقدمة هذا الشوط. الدوحة للسيد جار الله بن محمد بن عقيل المري، وفي المركز الثاني أرى في المركز الثاني فريدة للسيد مبارك بن خليفة بن زاهر الخيالي، وفي المركز الثالث الشحانية للسيد عبد الهادي بن خليل الشهواني، وفي المركز الرابع الشاهينية للسيد سعيد بن محمد الكليلي، وفي المركز الخامس منصورة للسيد صالح بن حمد بن قمرة المري. هذه النتيجة حتى هذه اللحظات. يا سلام، يا الدوحة لا زالت مسيطرة، لكن أرى فريدة تتسلل على حساب الدوحة وتنتقل إلى مقدمة هذا الشوط. اندفاع ذاتي بدون أي أوامر تذكر من المضمر والمدرب والذي يقوم بالعناية، العناية التامة السيد سلطان بن خليفة بن زاهر الخيالي، والملكية تعود للسيد مبارك بن خليفة بن زاهر الخيالي الشاهينية، مع المجوهرات مع سعيد بن محمد الكليلي غادمة بقوة إلى المركز الثاني عينها على مقدمة هذا الشوط. المركز الثالث قصوى للسيد علي بن فراج المري، القصوى قادمة بقوة تنتقل إلى المركز الثالث للسيد علي بن فراج المري، وفي المركز الرابع منصورة للسيد صالح بن حمد بن قمرة المري، وفي المركز الخامس الشحانية للسيد عبد الهادي بن خليل الشهواني. والجماعة قادمين بقوة للمنافسة هنا على أرضية هذا الميدان. يا سلام يا الشاهينية تندفع إلى مقدمة هذا الشوط للسيد سعيد بن محمد الكليلي، واعتقد أنها من سلالة شاهين الكليلي الملقب بشاهين. يا سلام،
ها هي الشاهينية تشاهدون على شاشة التلفزيون، الشاهينية للسيد سعيد بن محمد الكليلي، لكن ينخطف من هذه اللحظات. الظبي خادمة بقوة، وزميلنا والمعلق نايف البلوي يقول يا بن حضيرة مراقب الظبي، دخولها قوي إلى ساحة الأرقام المتقدمة وخاصة إلى مقدمة هذا الشوط. ها هي الظبي للسيد عبد الهادي بن عبد الله بن محمد بن نايفة الهاجري بقيادة عبد الهادي بن حسن البريدي. يا سلام القصوى من الجانب الثاني، القصوى للسيد علي بن فراج المري بمبارك ايضا دافع بالقصوى في هذا الشوط. القصوى ننتقل الى المركز الثالث، الشاهينية في المركز الثالث للسيد سعيد بن محمد الكليلي، وفي المركز الرابع الصريدية للسيد عمران بن حمد بن مرحومة العامري، وفي المركز الخامس أرى اللي في المركز الخامس من حافل السيد غانم بن منصور بن سيف الخيارين دافع أيضا بمنحاف في هذا الشوط، وأول ندى للمنحاف تنتقل من المركز الخامس إلى الرابع إلى الثالث إلى الثاني، والقصوى تغير وتنتقل إلى مقدمة هذا الشوط، لكن منحاف بدأت تتسلل وتندفع إلى مقدمة هذا الشوط للسيد غانم بن منصور بن سيف الخيارين مع منحاف إلى مقدمة هذا الشوط ومع السيارة الإكسز. يا سلام وغصب قادمة بقوة، غصب للسيد سالم بن مطر بن هذا الاجتبي، ويلا يا ابو نايف يلا يا ابو نايف ودي اشوفه والتقيبه، روح يا ابو نايف مع غصب تنتزع المركز الاول. غصب وهي غصب تغتصب المركز الاول بكل جدارة وبكل فوز. غصب للسيد سالم بن مطر بن هذا الاجتبي تنتزع الفوز، تنتزع السلامات، تنتزع السيارة الإكسز، ونحن نغترب من خط النهاية، نغترب من المنصة الرئيسية والشاهينية. أيضا الشاهينية للسيد سعيد بن محمد الكليل، اللحظات الأخيرة اللحظات الحرجة. الإكسز على العموم السلام إلى دولة الإمارات وإلى مدينة العين وخاصة أهل هيلي، سلام عليكم يا أهل الخليف في مدينة العين، أسعد الله مساكم من هنا من ميدان الشحانية بكل خير وبكل محبة. تهانينا بفوز غصب للسيد سالم بن مطر بن هذا الاجتبي، المركز الثاني للسيد أسياد للسيد علي بن حليس العفاري، المركز الثالث الشاهينية للسيد سعيد بن محمد الكليلي، المركز الرابع منحاف للسيد غانم بن منصور الخيارين، وفي المركز الخامس فريدة للسيد مبارك بن خليفة بن زاهرة الأخيلي. ياهو شوط وشاهدنا غصب وهي تقتصب المركز الأول بكل جدارة وبكل فوز وبكل افتخار، وتسحب السيارة إلى دولة الإمارات وخاصة مدينة العين، واسعد الله مساكم يا أهل الخليف من هنا من ميدان الشحانية وعبر شاشة الدوري والكاس وشاشة دبي ريسنج وأيضا قناة الهجن. التوقيت الزمني ساعة وصول غصب إلى خط النهاية 13 ثانية، 7 أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد سالم بن مطر بن هذا الاجتبي الذي وصلت في المركز الثاني. أسياد قاطع المسافة في 13 دقيقة 15 ثانية، 27 جزء من الثانية. تهانينا للسيد علي بن حليس العفاري الذي وصلت في